يا اهلا وسهلا، مساكم الله بالخير جميعا. هذا الحر يبغى لنا مشروب بارد يبرد علينا. المشروب اللي بنضبط اللي هو ايس بيستاشيو لاتيه. جميل. المكونات الرئيسيه حليب والبيستاشيو والصوص والشكر عشان الخل والقهوه، كميه 18 جرام ونص عشان دبل شوت اسبريسو. اذا ما عندك طاحونه وماكينه احترافيه عادي، لو كبسولات اهم شيء اسبريسو دبل شوت. الآن بنضيف صوص البستاشيو، بيكون 30 جرام في الشكر للخلط، وبيكون تقريبا 10 جرام داخل الكوب. ممتاز، هاي 30 جرام. بنضيف حبتين ثلج عشان تساعدنا بتحريك الحليب وتحافظ على برودة. أضفنا حبتين ثلج زي ما قلت لكم. نضيف 160 ملي اللي هو الحليب. اوه جحفله طبت الاضاءه. لا بشركم جبنه اضاءه ثانيه. بعد ما ضفنا المكونات نغطيه بس حركه لين يكتمل. خلاص الان جاهز. بعد كذا نجيب الكوب نحط على جوانب الكوب صوص البيستاشيو. جميل، كل شيء جاهز الآن، بس نضيف الحليب مع صوص البستاشيو. وبعد كذا نبي نضيف الاسبريسو. إذا بغيت المشروب يكون طبقتين، الاسبريسو فوق صب شوي شوي. وبألف صحة وعافية علينا وعليكم.